بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق الشوط الاول الرئيسي لفئة القعدان. الشوط الاول الرئيسي من مسافة الكيل والمئتين متر. الله 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 الله. هنا المركز الثاني. جود باي. سلام يا جود باي للسيد علي بن سعيد بن حلفان المري. المركز الثاني هنا السيف عبد الله بن محمد النعيمي المري. المركز الثالث وهنا المختبر راشد بن مبارك الرخيلة المري. سلام يا ابن الرخيلة سلام. ولكن هنا جود باي مع ابن حلفان. ولكن المختبر يختبرهم وينطلق مع الشوط الأول الرئيسي. وفي المركز الأول سلام يا المختبر سلام لسيد راشد بن مبارك الرخيلة المري. المركز الثاني هنا جود باي للسيد علي بن سعيد بن حلفان المري. المركز الثالث ولكن المركز الثالث هنا حامل رقم 13 هنا عزام محمد رقم 3 بديع عبد الرحمن بن محمد بن هلال. الله 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 الله. ولكن المختبر راشد بن مبارك الرخيلة المري. المركز الثاني هنا بديع للسيد عبد الرحمن بن محمد بن هلال. المركز الثالث هنا جود باي للسيد علي بن سيد بن حلفان. ولكن خلونا مع المختبر. سلام يا المختبر سلام. انطلق الى الشوط الاول. تهانينا والناموس للسيد راشد بن مبارك الرخيلة المري على فوز المختبر المركز الاول. المركز الثاني هنا بديع للسيد عبد الرحمن بن محمد الهلال. والثاني المركز الثالث هنا جود باي للسيد علي بن سعيد بن حلفان المري. تهانينا والناموس للسيد راشد بن مبارك الرخيلة المري على فوز المختبر في الشوط الاول الرئيسي.